حاس بوكي ماسونيا في رئيس حكومه بعقليه دستور 2014 تحبوه يخطب عليكم ويفسر لكم ويوضح لكم السياسات العامه ويتواصل معاكم. فيقوا فما دستور جديد هذا رئيس كما قال غازي برتبه منسق لعمل الحكومه يخدم على روحه يلتقي يقولوا لي في القصبه انه يجلس بالساعات الطويله اكثر من 12 ساعه يشوف في الملفات عنده بعض المهام تطهير الاداره استكمال المشاريع المعطله وانتم لاهين تتعلقوا عليه الكوم ما عرف يتكلم ما عرفش يتكلم علاش؟ فيما يتعلق بتقييم او ما قاله الاستاذ غازي وما قاله حتى ضيفنا احمد اشوف ابن المرحله اي مرحله بالضبط؟ مرحله هدم او مرحله البناء؟ هذا لازم تطرح السؤال اذا كان نحن في مرحله الهدم فحتى السيد احمد الحرشاني لن يكون ابنها واذا مرحله البناء فاكيد 1000% مش ولدها لسببين تقييما لأحمد الحرشاني بدستور 22 وليس بدستور 2014 في دستور 22 يقول أن الرئيس هو وضع السياسات والحكومة هي جهاز التنفيذ بتاع هذه السياسات أوكي. بما معناه أن رئيس الجمهورية حينما يتحدث عن تطهير الإدارة عن الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة التونسية ننتظر من رئيس الحكومة أن يشرح هذا للتونسيين لأنه هو المطالب بتسيير الإدارة التونسية تنتظر أنه ينفذ شنو هو المطالب بتسيير الإدارة التونسية رئيس الحكومة أحمد حتى هم اللي يشرحوا حتى وين نجيب وأحمد عرفت مناصرين مشروع سياسي ما همش الدولة ما عندهمش الحق يحكوا باسم الدولة منظومة ولا جديدة. يسمع مش أي منظومة الدولة عندها ما كنش لهم الحق لجانها اللي تدعم وكذا على في الثورة الصينية كانوا وزراء من حق هما وكان الناس كما نجيب هما اللي نجيب من حق يصدموا الجماعات ويصدموا المصانع يعبروا ويتكلموا شوف من حق نجيب ومن حق الأستاذ أحمد يدافعوا ويتكلموا على أفكارهم حقهم لكن ليس من حقهم الحديث باسم الدولة لأنه ما تحملوش مسؤولية في الدولة ولا تم انتخاب شوف من حقه يحكي السيد أحمد قال باسمه هو يحكي يعمل فيه المسؤولية لا قال مش الدولة خلينا نحكي باسمي وأنت دولة عندها مؤسسات مش روحه التصورات تصورات الشعب يتم تبهرر اليوم انا هو الشعب سيد احمد انا هو الشعب ثلاثة ملايين النخب والاستاذ قيس سعد والاخرين الاخرين في الحرب تسعة تسعة ملايين الاخرين فما تسعة ملايين اخرين يتبعوا في ثلاثة ملايين فما 100 واحد هنا قاعدين نشوف معاك باش تعيشوا معانا هكا معناها تو خليه واصل حسين بربي قصير انا فما البقية الكل تشوفوا كيف نلقاو كيف نتعايشوا معاهم 100 شنو هي البقية الكل 100 قداش 100 واحد انا 100 واحد واصل يا حسين ربي يستر انا لا تعليق على المساله هذه واصل في فكرتي السيد احمد الحرشاني هو رئيس للاداره التونسيه بحكم الدستور 2014 ولا بحكم دستور 22 هذه الاداره عليها ان تتخاطب مع مواطنيها نحن ما مواطنين في الدوله الاداره مطالبه تشرح لنا اجراءاتها قراراتها سياساتها والمش رئيس الجمهوريه مش كافيه رئيس الجمهوريه تحدث عن الخيارات الكبرى رئيس الجمهوريه بيجي يحكي لك يقول لك اليوم قداش من بطقام حتخل ولا يقول لك قداش عنده خصص ميزانيه لي عرفت تمكين المراه الاقتصاديه ولا يقول لك قداش هيئ من مدرسه لا اذا سمحني خد فعل معك حسان رئيس الجمهوريه يقول حان الوقت علينا معركه تطهير الاداره ويقول توا باش نحلوا تحقيق بخصوص الناس اللي تحقق في الاداره من 2011 حتى 2022 هذا يقتضي وضوح اكثر ما على رئيس حكومه انه يبدا ينفذ من خلال المناشير والمتابعه لهنا يقتضي الكثير من الوضوح مثلا في مسألة هذه مثلا شنو هل سيتم التدقيق في كل انتدابات بما فيهم من اجتازوا نظره الكاباس باش ندقوا فيما يتم انتدابهم كمستشارين للوزراء الكتال تسمح بالدواوين موظفي الديوان بتاع الوزير ولا موظفي ديوان رئيس الحكومه اللي هي وظائف يتم انتدابها عبر مناظرات عبر الاختيار والتكليف هذا الكل هذا مطالب رئيس الحكومه يخرج يشرح لنا لكن لديك رئيس حكومه حينما تحدث لمرتين مره وصفتها صديقتي سونيا بوصف اعتبره مناسب جدا والمره الثانيه تحدث بلغه فرنسيه للجمهور يسمع بالعربي نجيب قال لك هذيك الجهه المالحه الفلوس نحكيها باللغه بمنطق انا سامحني لا ادفع الفلوس انا اللي يدفع الفلوس يختار تدفع لي فلوس نحكي لك حتى غدوه بالعبري نجيب هذا المنطق لهنا شوف ماشي نجيب ورط روحك ورط روحك فقط برهان قبل ان نتمر نجيب كلمه واحده تقييم احمد الحشاني على اي شيء على الاتصالي فاشل على السياسي ليس له اي دور سياسي والاقتصادي هو المهم اليوم نحن امام تحدي انه نهار 15 اكتوبر رئيس الحكومه هذه يتجه الى البرلمان بقانون ماليه تعديلي وبقانون ماليه لسنه 2024 نحن اليوم 2 اكتوبر لم نستمع الى اي توجهات كبرى لهذا القانون ايش باش يصير فيه هذا معاش الناس الاجتماعي ما سمعتوش وذنك توجع فيك يحكي بالكزي وزير الاجتماعي علاش يحكي على قانون مالي حكي على التوجهات الكبرى قال ما فماش مانيش باش نحو الدعم ما فماش ضريبه زايده للمواطنين
مانيش باش نخوص المؤسسات العموميه. هذا قال نجيب نجيب هو يقول لك اعتادت الاداره التونسيه انه قانون ماليتها يكون حاضر قبل 15 اكتوبر. انا اداره اداره الفساد والافساد تاع 10 سنين انا اداره اعتادت. يعطيني يعطيني قال لك سيدي موجوده مطالبه انك تفسر العباد وتحكي مع الناس شنو هي التوجهات شنو هي السياسات العامه. ما تقوليش راهو مش مشكله في الكوميونيكاسيون راهو ما يتكلمش قاعد ينفذ ولا يخدم. قال لك ضروري. وهل تعتبروا انت نجيب الدزيري السيد احمد حشاني 60 يوم هدايا بدلنا نجلة بودنا علاش باش نلقاو الاضافه لقيت الاضافه؟ المسؤول على رسم السياسات العامه للدوله هو السيد رئيس الجمهوريه. واضح. السيد رئيس الجمهوريه يرسم السياسات العامه ويلزم ذات بشريه تنفذ السياسات العامه اللي رسمها رئيس الجمهوريه، معناتها يلزم الرجل المرحله اللي باش ينفذ سياسه رئيس الجمهوريه. اليوم المرحله تتطلب مراجعه التعيينات. هبط مرسوم الانتدابات من 2011 في العشر سنين الخراب هذه في مرسوم بتاع التعيينات المدير العامين وكذا بتاع 96 اداله هذا في مجلس وزراء وهبطت المراسيم. علاش اختيار احمد الحشاني؟ سهل العملي لانه مسؤول على الموارد البشريه واهم حاجه واقوى راس مال هو البشر. معناتها كي نعملوا دوله نظيفه دولة نظيفة والمسيرين بتاعها نظاف راهو تو نمشيو المستقبل خير. لأنه نحن في 10 سنين والكفاءات وكذا ويتكلم باللغات الكل والكفاءات ايش لقينا؟ لقينا أرواحنا مسالين في 110 ألف مليار. لقينا وليداتنا الصغار يروحوا في كرذونة يا حسان. كيموت يروحوا في كرذونة. لقينا ولاد عمدون يتقلبوا في الكار. ها وش لقينا في 10 سنين؟ لقينا اللي المواطن ماشي يشد الصف باش يركب وباش يسافر وباش كذا. اسمح لي نسلك سؤال. هذه اسمح لي خلي يسلك يسلك اسال اليوم في العامين هذم هل كل كوارث اللي صارت سيتم استعتبارها كونها كوارث نتيجه خيارات سياسيه لرئيس الجمهوريه؟ انا كوارث يا صارت. نجيب يا نجيب راهو التقييم السياسي التقييم السياسي يا حسين كارثه برك الكلمة 26% نسبة امتلاء سدودك 26% نسبة امتلاء سدودك كارثة عند ربي هذه كارثة كارثة يلزم الدولة تعرف تتعامل معاها. هذه كارثة تو انت تقارن بالنسبة بال 110 ألف مليار اللي تسلفتوها في 10 سنين. تعرف قداش سلفنا؟ اسمع سوني تعرف قداش سلفنا في وقت السنتين هذوما؟ تعرف الخلق ايش سلف؟ في بالك انه حجم مديونتنا بين 20 بين 21 و 23 ميزانية زاد 24 مليار. ها نقول لك في عامين تسلفت 24 مليار من اللي عرفت في 10 سنين سلفت 110 الف مليار في قريتها كيف انت راك سلفت يا نجي انت اللي سلفت منها سددت 21% من الدين الخارجي يا نجي واحد في الواحد مش مع بعض سوني سوني مسألة حسابية حسين لك مش مع بعض شو نقاش بيناتكم في 120 مليار تعليق اخير خلينا نقدم